هذا البرنامج مقدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربحوا الرياضة. هذا البرنامج اهلا وسهلا بكم مشاهداتنا ومشاهدينا الكرام في عدد جديد من برنامجكم ديربي شو اللي كيجيكم كل نهار من الاثنين الى الجمعه الساعه 6:15 مساء وكيف ما عودناكم بكل جراه وبدون لغه خشب سننطلق على بركه الله وسنناقش المواضيع التي ترونها في العناوين. البدايه ستكون يعني مع الحديث عن المنتخب الوطني اكيد والحصيله ديالو, ايضا الفرق ما بين اللاعب المحلي واللاعب المكون اوروبيا ولا اللاعب اللي كيلعب في اوروبا. كذلك غنتكلموا على البطوله الوطنيه والعوده الى عجله الدوران, غنتكلموا على المنتخب الرديف, وايضا سنتحدث عن المشاركه المغربيه للانديه المغربيه ايضا في المنافسات الافريقيه. وسيكون معي عبر الهاتف لمناقشه كل هذه المواضيع السي عزيز العمري الإطار الوطني الكبير اللي غيكون معنا بعد لحظات. كنشكركم مشاهدتنا مشاهدينا الكرام دائما على يعني المواصلة معنا, كندعوكم أيضا أنكم تبارتاجيو هذا البث المباشر لأنه كاين خاص يوصل البث المباشر أكبر قدر ممكن من الناس, لأنه كاين إشكاليات في خوارزمية اليوتيوب. والآن معنا بشكل مباشر السي عزيز العمري. السي عزيز أهلا وسهلا بك. اهلا شكرا ومرحبا سي عزيز. اليوم غنتحدثوا على مجموعه من المواضيع, وسي عزيز معروف عليك انه سنتحدث بكل صراحه وبدون لغه خشب لان هذا هو العنوان او لا هذو هما المبادئ ديال البرنامج. البدايه تكون سي عزيز من المنتخب الوطني المغربي للكبار, ونتكلموا على الحصيله ديال النقاط ديال المسار الى غايه الان والمستقبل القريب للمنتخب. واش كتشوف الحصيله ايجابيه رغم انه ما فات حتى شي هزيمه, يعني راه ما كاينش السلبيات على المستوى النتيجه, ولكن ربما يكون عندك ملاحظات اخرى سي عزيز. هو النتائج حقيقه نتائج يعني مزيانين في المستوى, لان الانسان قام يعني بالمقابلات كلها بدون هزيمه, انتصارات خارج الميدان, غير هو احنا دابا ملي كنشوفوا هاد النتائج نعم راه كنشوفوا الخصوم عامل اكيد ولا لا, لان تمنينا هاد النتائج تكون في, 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 في كاس العالم, تكون في كاس افريقيا مثلا, نحرجوا على كاس افريقيا ولا النهايه فهمتي. هذا هو اللي المغرب, لان المغرب والكره ديال المغرب اللي يعني من الخمسينات والستينات والسبعينات وهي متعلقه يعني على الاقل افريقيا نعم, خص 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 باش نقولوا كاين تقدم في يعني في الكره ديالنا على صعيد البطوله ولا على صعيد المنتخبات, هو نحرزوا على نتائج في هذا في هذا في هذا المستوى نعم نتي ولا لا. هذا هو اللي لنا. نعم سي عزيز يعني في يعني خصنا نعم ربما سي عزيز عنده اشكال. تفضل سي عزيز انا كنسمع. لا 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 ما عنديش اشكال كاي. نعم هو دابا حنا الكره ديالنا مع من غنقارنوها باش نعرفوا راسنا فين. نعم عم غنقارنوها مع المنتخبات القويه حاليا في, لان احنا دابا بكل صراحه واش حنا يعني المستوى ديالنا واش تحسن بين السبعينات ولدابا 70 86 98 يعني فرق وطنيه اللي كانت, واش يعني المستوى ديالها قل من هذه ولا احسن من هذا المنتخب؟ نعم نديرو مقارنه ما بين الماضي والحاضر رغم الاختلافات الكبيره اللي كاين السي عزيز. لا هنا باش تقول واش حنا غاديين في اتجاه صحيح وغاديين يعني كنتقدموا في ميدان كره القدم على الصعيد يعني الوطني في البطوله ديالنا والمنتخب ديالنا. نعم هنا يعني ملي انا ديما
تنشوف وكنكون كنتفرج بعض الخطرات الا تفرجت في المنتخبات ديالنا بالاخص المنتخب الوطني، فاش كنبقى نشوف وكنبدا نقارن مثلا، كنقارن مثلا وسط الميدان ديال 86 اللي كان فيه بودربالة والتيمومي ودحان، نعم، وكنشوف وسط الميدان اللي كاين دابا، تلقى عندي التصور، كنبقى نقول شكون اللي احسن في يعني النيفو التكنيكي هادي، كيفاش كانوا كيلعبوا هادو، كيفاش كيلعبوا هادو. دابا ملي كتشوف تتشوف من ناحيه ديال المستوى الفردي، كتشوف بانك احسن. جالجي ديال البصير وكاماتشو وحجي دائما كتشوف مثلا بان ملي كترجع للور كتشوف انك احسن. نعم دي هذا راجع لاش انت ولا لا راجع لاش العوامل كثيره اللي راجع هاد. لان احنا مثلا هذاك الفريق ديال 98 غير ديال 98 ما مشوش بعيد، ومشيو حتى 2004 مع الزاكي. نعم فهمتي، وحققوا الزاكي من كره ومن نتائج. نعم فهمتي ولا لا. وحنا دابا الى بغينا نشوفوا هاد الفروق الوطنيه ديالنا اللي دازت مع الفريق الوطني اللي كاين الان، كاين فرق كبير. ولهذا علاش هاد الفرق شكون اللي كيبينوا لنا؟ هو النتائج اللي كنحصلوا عليها ملي كنمشيو لكوب دافريك وملي كنمشيو لكاس العالم. نعم انت يمكن كاس العالم هذا اللي داز ديال 2018 نقدروا نقولوا كنا في واحد النيفو مزيان. نعم ما بناش ضعاف اكيد، ولو فرق قويه كانت قويه ما بناش حنا. يمكن المقابله الاولى هي اللي كان الفريق الوطني مع اضعف فريق اللي هو ايران. نعم. هو يعني المقابله اللي كانت ناقصه عند المنتخب ديالنا. نعم. ومن بعد مع الفرق القويه اللي هي اسبانيا وسميتو، كان الفريق ديالنا بان بانه بان قوي وبان في المستوى من جميع الجوانب، ولكن فهمتي كتشوف هذاك المستوى وكتجي لكم التفريق وكتقصيك البنين. نعم كتمشي يعني بمستوى اللي لعبتي به في لاكوب دي مون. هادشي ما خصوش يكون، ما خصش نكونوا حنا يعني فريق بحال 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 اللي كتقول فريق ديال الاجيال. نعم جيل كيجي جيل، وكنتسناو عاوتاني واحد 10 سنين باش يجي جيل اخر اللي غادي يدير لنا واحد النتيجه اللي غتفرحنا واحد شهر ولا شهرين ولا عام كاع، ومن بعد كنزلوا لواحد المستوى اللي كنبقاو نتسائلوا علاش. نعم انت علاش، وهذا الشيء راه ماشي صعيب باش تكون الاستمراريه في النتائج العالية، ديك الاستمرار ديال داك المستوى اللي ظهرنا به مثلا في 2018 راه ماشي صعيب باش تلقى الاستمرارية. ولكن منتخب 2018 سي عزيز يعني كان عنده مجموعة من العناصر اللي عندهم يعني عامل السن مثلا اللي كان يعني كي يعني يندر بأنه راه هذا المنتخب هذا خصنا نلقاو ليه البدائل إلى آخره، دونك كانوا إكراهات، ولكن الاستمراريه على المستوى التقني هي اللي دائما ما كنحصلوش عليها. يعني ما كيكونش عندنا نفس الاطور نفس الاداره التقنيه الى اخره، بعد كل نتيجه سلبيه ولا واحد الكبوه كنغيروا كل شيء مره اخرى. هذا هو المشكل، لان دائما كبش الفداء هو المدرب. نعم انت ولا لا، هو ما خصوش يكون المدرب انت شي. دابا المدرب ديال انجلترا راه عنده لونجلتير، راه احسن فريق في العالم دابا، وراه تقصر داك النهار و راه بقى. نعم راه حنا ما عندناش احسن فريق في العالم، راه ملي كتقصر راه خصنا نقبلو، خصنا مدرب ديال 10 سنين، ولكن اختاروا مدرب ديال 10 سنين بيان سي. اختاروا شكون اللي غيختاروا، شكون اللي غيختار هذا المدرب؟ نعم بالنسبه للاختيار دابا هذا هو الاشكال، دابا شكون اللي غيختار؟ لانه خاص اللي يختار اصلا يكون عنده الكفاءه
اللي غتخول ليه انه يشوف ديك الشوفه التقنيه المدرب بناء على المعايير ديال يعني التحصيل الاكاديمي على مستوى كذا والتجديد الفكري ديال طرق اللعب والمواكبه ديال عصرنات اللعبه. لان الناخب ماشي مدرب. نعم. حنا كنسميوه ناخب وطني. نعم. ماشي المدرب وطني. علاش؟ لان هي كتبان سهله. علاش؟ لانك كتقول الناخب الوطني راه عنده اللعابه ديال اوروبا واللعابه ديال البطوله. نعم. يختار اللي بغى حتى واحد ما غادي يمنعه. نعم. ديول ما كاينش هذا ما تشيكالي فيه ولا هذا ما عندوش الحق ولا كل شيء عنده الحق يلعب في المنتخب الوطني. هاد المساله هذه كتبان سهله ولكن راه ما كاينش مصعب منها. ما كاينش مصعب لا جيستيون ديال لي جوور فيديت. شو دابا شنو واقع؟ اللاعب اللي كيلعب في احسن فريق بالنسبه للعابه كلهم اللي كيلعب في الفريق اللي هو افضل ليه واش دا الشامبيونز ليغ. نعم. فهمتي ولا لا؟ هو اللاعب اللي كيلعب في تشيلسي. نعم. عندنا فهمتي ولا لا؟ هذاك اللاعب خصنا نعرفوه لان كيلعب في واحد النيفو عالي على الاخرين كاملين. كيلعب في تشيلسي دي الشامبيونز ليغ خصنا المعامله معاه راه ماشي نفس المعامله. راه شاك جوور سي ان كا. شاك جوور هادي اون جينيرال ديو لا في لا جيستيون ديال لو جروب راه شاك جوور سي ان كا. ماشي سي ان كا ولكن il doit خاصو يتبع التعليمات ديال المدرب. نعم. التعليمات ديال المدرب راه فيها مسائل اللي هي كتعلق بشخصيه اللاعب كيفاش انت تتعامل مع هذاك اللاعب وتتعامل مع الاخر ومع الاخر ومع الاخر. نعم. لان كما قلت لك شاك جوور تنكا اكسبسيونيل تنكا بوحدو. دونك حنا ملي كنجيو ليكيب ناسيونال اون طون كونترينور ما نتعاملوش مع ليكيب ناسيونال بحال الفرقه. علاش؟ لان الفرقه كتدربها توت لاني العام كامل وانت كتدربهم كل اسبوع كل شهر كل عام يعني كتعرف اللعابه ديالك وكتكون انت درتي واحد يعني واحد الشوفه في هذيك الفرقه باش مشيت لديك الفرقه وهاد اللعابه كيدربوا عندك انت اللي كتدربهم في ليكيب ناسيونال. توني كو سيليكسيونور انت ناخب هاد اللعابه اللي كتختارهم ما كيدربوش معاك ما كتعرفهمش كيدايرين خاص واحد المده كبيره باش تولي تعرف العقليه ديال الزياش تعرف ديال النصيري ديال فهمتي ولا هاد اللعابه كلهم غتعرف العقليه ديالهم بواحد المده طويله. علاش؟ لان كيمشيو للفرق ديالهم عندهم مدربين اخرين كيفاش انت غادي تتعامل معهم في واحد الظرف ديال 3 ايام. نعم. دونك راه صعيب راه اونترينور ديال ليكيب ناسيونال راه خصنا نجيبو اونترينور ديال اللي كيترين ليكيب ناسيونال من الاحسن. نعم. ولو ان لي زونترينور ديال الكلوب كينجحوا في لي زيكيب ناسيونال ولكن الاغلبيه كيكونوا دي زونترينور ديال لي زيكيب ناسيونال ولا كيكون يعني عنده لا ديريكسيون تكنيك كتعلموا عام قبل بان راه انت هو اللي غتكون العام الجاي ديال اونترين ديال ليكيب ناسيونال وكيتبع لي زيكيب ناسيونال ديال برا وليكيب ناسيونال. نعم. لان كما قلت لك لي شوا كتبان لك سهله غادي نختار لو ميرور سونترال اللي كاين في الشامبيون لو ميرور سونترال اللي كاين في يعني في الاوروب. نعم. ولو ميرور دروا لو ميرور اي ولكن راه غيدخلوا لك في الجروب ديالك كومون تي با سي لا جيستيون ديال هاد الجروب راه صعيب باش لي ميور انت وحدتي مع زياش. نعم. لو زياش راه خصو يلعب واخا انا اون طون كونترينور نتخاصم مع اللاعب وبيني وبينه علاش ندخل ليكيب ناسيونال نحرم انا الجمهور ونحرم راسي من نحرم ليكيب ناسيونال من دي ريزولتا اللي يمكن يديرهم هذاك اللاعب يبقى ما نهضر معاه ما يهضر معاه ويلعب خاصو يلعب لان كيلعب ليكيب ناسيونال كيلعب ليكش انت. نعم. ولكن بالنسبه للوكا ديال زياش دائما السي عزيز بالنسبه يعني الراي ديال الوحيد ولا راي ديال واحد المجموعه ديال الاشخاص اللي كيبان لهم انه من اللعاب ما كيبغيش ينضب داخل المجموعه لانه الا كان الابعاد ديالو غيقدر انه يخليه يراجع شويه الافكار ونعاودو نرجعوه
كيبان لهم انه الانضباط اهم، ولكن كاين راي ايضا كيف ما ديالك ودير مجموعه من الاخوان اللي يعني في التقنيين ايضا كيشوفوا انه لا، ملي كيكون عندي لاعب يعني مهاري واحسن لاعب عندي فخصني نحاول نلقى طريقه باش انني نخليه ونغض النظر على التصرفات او لا مجموعه من الاشياء ديالو. واخا دابا غنمشي معاك انايا، نيمار كاين ضبط؟ نيمار ما كاين ضبط، وكيلعب ولا ما كيلعبش؟ كيلعب. ايوا خصني نعرف علاش نقدر نمشي لعند هذوك لي زونترنور اللي كيدربوا في ليكيب ناسيونال في باريس سان جيرمان ونسقسيهم نقول لهم كيفاش كتعاملوا مع هذا النيفو هذاك ماشي عيب. نعم. حتى دوك دي زونترنور اللي عندهم تجربه اكثر مني نمشي نسقسيهم كيفاش مشي تاع عندهم تاع فرنسا مشي عنده تاع البرازيل. نعم. ندي ولا لا ونقول كيفاش كتعاملوا مع نمشي عند دي زونترنور بحال غوارديولا بحال هذو اللي كيترينيو لي فيتات تاخذ منهم افكار ماشي شتي هما هاد لي زونترنور اللي ذكرت لك. نعم. غوارديولا وهذاك ديال تشيلسي وديال ليفربول كيجتمعوا بيناتهم دائما عندهم دي ريونيون بيناتهم كيديروا لا شونس ديال الفرقه وكيهضروا على المشاكل اللي كي عندهم في الفراقي عندهم في لي جوور عندهم في لي سيونس دونترينمون عندهم هاد الشيء اللي كتقول. نعم. ديال يعني هاد لا ديسيبلين اللي كتهضر عليها راه عايشينها هما لانه كيترينو تشيلسي ولا كيترينو مانشستر سيتي ولا خور مانشستر يونايتد راه عندهم غير لي فيتات والسميات وكيسنيو بلي مليار. نعم. راه عندهم دي جوور اللي يقدر يكون كيفهم شي حاجه في الماتش احسن من لونترينور ويقدر لونترينور يسمع ليه يقول لي من الاحسن تلعب حدايا فلان وهذه راه من احسن وراه يسمع ليه ماشي يقول لي لا لا بغيت تدخل ليا في التشكيله وبغيت تدخل لا راه شي ما كاينش شي راه عندنا حنا غير حد صغير داكشي عندنا حنا ماكا لونترينور حيت شخصيته ضعيفه دغيا كينفعل الا قال لي بار اكزومبل ان جوور بحال كين ولا بحال فهمتي دي جوور دو كرونت بيرسوناليتي يقول لي مسيو لونترينور دو بريفيرونس انا العب حدايا سونغ في الكوتي غوش ولا خليه هو يلعب في الكوتي درون ماشي غير تسمى انديسيبليني بالعكس الكورني لو جوور اللي كيلعب حداك اكثر منك انت حيت هو كيلعب معاه دونك حنا هاد المساله هادي هي اللي خصنا نديرو نتعاملوا بها مع زياش ومع الاخر لان غدا واحد اخر غيدير الكوكا عاوتاني تحيدو وكاع اللي كواري وفودات وعنده سميه وداك الشيء راه غيكون هكا راه غيكون قبيح وغيكون ما كاين ضابط تقول لي لونترمو في العشرة ويقدر يجيك في العشرة وقسام ولا هادي ما خصك تقلق خصك تشد وتهضر معاه وتقول لي راه هادشي اللي كدير غيبقاو يديروه الاخرين. نعم. انت داكور تو اي زان كرون جوور هادي مي دو بريفيرونس انت ديك الكبوريه اللي انت كبير بالاحسن تبان كبير تجي انت الاول سي لا ميور تعاوني ونعاونو الكيب هكا تهضر معاه ماشي تقول لي نسير بحال هذاك ولا انا هذاك ما بقيتش مكونفوكي ودي ساهله هذه ما خصني تبين لي لو كوتشينغ ديالك في هذا الشيء هكا. نعم. الراي ديالك نعم سي العامري الراي ديالك واضح بخصوص هذه النقطه هذه بالنسبه لينا حنا المنتخب يعني مقبل على يعني مازال يعني هذه التصفيات هذو بقاو عندنا جوج مقابلات شكليه ولا بقى عندنا مقابله شكليه يعني في القادم لاي شهور يعني قبل من شهر 11 عندنا يعني لاكام اللي غتكون لا بريباراسيون ديالها وغتكون عندنا مجموعه من الاشياء قويه وكناخذوا انه كان عندنا تحسن في الاداء يعني على مستوى المقابلات واش كيبان لك انه ربما بهالطريقه اللي حنا غاديين فيها بهاد الاسماء اللي عندنا حاليا نقدروا يعني نتاميليوراو مع الوقت او لا ربما خاص مقاربه اخرى جديده مثلا كاشراك اللاعبين مثل زياش الى اخره واعاده نظر في مجموعه من الامور بخلاصه باش انا نمروا نتكلموا ايضا على المنتخب المحلي نتكلموا على البطوله الوطنيه. شوف هو غادي نقول لك هو دابا لونترينور اللي ريسبونسابل خاصو يرد زياش كيلعب لا غتبقى كل مره يبان في بيبون شي كرون جوور راه ساهل باش تكارتي ساهل وتربح ماتش ولا جوج وتخسر شي ماتش ولا جوج عاد تنوض الصداع ولي الجمهور تيغوت والمسؤولين يقولك لا عايد زياج وتولي صغيور ديك الساعه. نعم نعم راه خاصك ما حدك كدير لي ريزولطا عيط فيه انا هاد المساله هادي درتها بلوزيور فوا مع دي جوور. نعم انت ولا لا دونك وكنلقاها صحيحه الو دي بريفيرونس ما حدك اني لوزي تي في دو بون ريزولطا عيط ليه
تقول لي هاد لابروف انا كاع حتى لا كانت عندك شي فكره عليه بين ليه بان انت واخا ما كاينش حنا درنا ديال الجبد او دخل دابا. نعم يعني بالنسبه لهاد هاد جوج المقابلات يعني افضل لحظه لعوده زياد لانه حنا حققنا الاهم وحققنا المقابلات قويه في ظل عدم الوجود وحنا عودنا استدعيناك من اجل انه انت تستحق ايضا المكانه رغم انه ما خلقتيش نفر. واضح المعنى. سي العمري غنمشيو نتكلموا على المنتخب المحلي وغنتكلموا على المنتخب المحلي ماشي كنتائج ولكن باقي عندنا واحد الجدل كبير جدا يعني دائما في كل مره كيتم المنادات على المنتخب الاول فكنبقاو يعني عندنا مشكل ديال لا علاش ما عيطناش على هذا اللاعب ولا علاش ما عيطناش على هذا اللاعب وايضا المقارنه ما بين اللاعب المحلي واللاعب في اوروبا. هنا غنفصلوا حنا ما غنقولوش اللي كيلعب في اوروبا لانه نسميه لاعب المكون محليا واللاعب المكون اوروبيا. واش كاينين فروقات اللي كتخلي السي عزيز الفرق ما بين هاد اللاعبين هادي اللاعبين هادو يعني في داخل المنتخب الوطني او لا يعني في يعني باش نستدعيهم ولا خصنا نديروا شويه الميلونج باش نكونوا الفريق هنا هو الفريق الوطني الاول الفريق الثاني لا الفريق الوطني الاول. نعم يعني عندنا التكوين الاوروبي وعندنا التكوين المحلي شنو الفروقات اللي كاينين بيناتهم كيف ما كتشوفوا السي عزيز اولا عباش نزيدوا نكملوا النقاش. حنا شوف حنا ما نقولوا لا تكوين اوروبي ولا تكوين محلي. نعم حنا انا اون طونك سيليكسيونور انا كنشوف الجمهور المحلي عندي دي جمهور هنايا مثلا بحال الحفيظي عندك سميتو اللعابة اللي كيلعبوا مثلا في الشامبيونة ديال بحال اللي كيلعب في مصر سميتو بن شرقي. نعم عندك اللي كيلعب في السعودية لافون سونتر انت ولا لا. هادو ما نحتاجش نبقى نقول هاد الهضرة التكوين المحلي ولا التكوين الأوروبي. هادو عندهم إمكانيات كبيرة تحدينا التكوين وهادشي وهاد عندهم إمكانيات كبيرة بزاف لان كيفاش تيهضروا عليهم لا في البطوله ديالنا وكيفاش كيهضروا مثلا في السعوديه على السعوديه ماشي سهله البطوله ديالها البطوله قاصحه وصعيبه بزاف وهذه باش تفرض راسك وتولي احسن لعاب في التاريخ ديال السعوديه احسن مهاجم نعم ماشي سهله وهذا ما يجيش كاع ليكيب ناسيونال. نعم متفقين لا متفقين من ناحيه نعم بالشرقي انا كنقول انا بالشرقي كنقول ما كاينش شي لعاب وقيله في النيفو ديالو لا في الاوروب ولا فين ما بغيتي الكره اللي عند هذاك اللعاب هذاك يعني كنت تفتح ليه الباب ويعطيه ويلعب راه غيدير المعجزات هذا. نعم والله العظيم غيدير معجزات في الكره هذا ذكر ما كاينش خو دابا في هاد لي جوور. انا ماشي ضد انا بالعكس انا باغي ليكيب ناسيونال تبان بواحد الوجه ما نعرف كي داير لان علاش راه حنا ليكيب ناسيونال ديالنا الا دات لك دات لا كوب دي مون افترضوا الدوله كوب دي مون نعم ياك واش لا بالور ديالنا كاوتور غتطلع ولا لا؟ ها هو الاطار الوطني هو اللي مصوب داكشي ماشي لونترينر ديال ليكيب ناسيونال الاطر الوطنيه اللي غتكون مصوبه داك الشيء هذيك ليكيب ناسيونال لي شامبيون. علاش دابا لي زونترينور المون هما اللي مطلوبين ماشي حيت المون حيت ليكيب ديال الالمان والبايرن ميونيك مسيطرين على الفوتبول الاوروبي على الفوتبول مونديال. نعم انا حنا متفقين من ناحيه التقنيه انه عندنا يعني من ناحيه المهاريه عندنا لاعبين مهاريين السي عزيز ولكن انت كتعرف ان كره القدم الحديثه مثلا ناخذ الحفيظي ما كاينش بحاله يعني في نقدروا نقولوا في لافريك نقدروا نقولوا يعني في المغرب ولكن كاين واحد الاشكال يعني انه انت عندك واحد اللاعب مثلا اللي انت محتاج 11 لاعب كونتر 11 لاعب اللي غيطلعوا غينزلوا لانه كاين عندك مواجهات بهذا الشكل هذا لما كنتيش تري فور فيهم راه لاعب واحد يقدر يدير لك الاشكال او لا تكون عندك 11 لاعب كلهم سميات كاملين وانا داك اللي كان عندك واحد ما كيرجع شي عاون ولا ما كيديرش دوك الادوار التكتيكيه المانو طبيعي انا داك يعني تقدر تخليه وتقدر تلعبه في هذه الحاله هذه مثلا يعني هنا كتكون اسباب عدم الاستدعاء انه مثلا غنجيب لاعب مثلا ويقدر يدير لي اشكال وسط المجموعه وانا كنقول اللهم نخلي هذا الشيء هذا واخا ما نستافدش
من المهارات ولا من هذاك لا كدي اشياء. دابا حنا ما كنهضروش، دابا حنا ما كنهضروش على غادي يخلق مشكل ولا غادي يدير ولا بغى يديرش. المشكل راه ماشي هو اللي خلقه، انا عارف القصه وعارف اش ترى. نعم كتهضر على الحمد لله. لا ماشي الحمد لله، بالنسبه لي ما كنقولش حاجه، هو اللي خلق المشكل. تخلق مشكل دابا دابا الحمد لله، هو اللي كان وقع ليه مشكل. تخلق مشكل مع ما بينه وما بين واحد، ما بين واحد اللاعب. عرفوا شنو وقع ليه ولا ما عرفش؟ تفضل السي العامري، مين كان السامع؟ ما هذاك جا اللعاب الاول، ما نذكرش الاسماء. نعم. جا اللعاب الاول عنده تل لا شومبر ديالو وشنق عليه بغى يضربه. نعم ندي ولا لا؟ وتفك منه ندي ولا لا؟ نعم. ولو انه بامكانه، هو راه ماشي راه ما كيعرفوش مزيان، وجا اللعاب الثاني ودار ليه نفس الشيء. فتالي هو من هذه مشى لعند لونترينور، قال لونترينور ها شنو وقع ليا، ها شنو وقع ليا، هذوك الناس ها شنو دار ليا فلان وفلان وفلان. قال لي انا ماشي شغلي. نعم. براسك. قال انا واش غنبقى نترز، هز الساك ديالو ومشى بحالو. وشوف كي ردوها وراه لا متفقين، انا راه هي الحقيقه اللي وقعت لي. لا انا عارف، انا عارف هادشي اللي وقع لي، انا عارف ظلمة وديجا تكلمنا في هذا الموضوع هذا، وهادشي اللي انت ذكرتيه بلا ديتاي حسن كاع حسن ما ذكرناه حنا. هادشي تيخليك تبقى تقول زعما علاش هادشي تيوقع لهاد اللعابه هادو بحال هذا. نعم. واللي حنا محتاجين ليه، محتاجين داكشي اللي كيدير ودوك الاهداف اللي كيسجل ودوك التمريرات ديالو، علاش ما نستافدوش منها؟ حنا علاش كنا علاش بغي كنهضر. نعم نعم سي عزيز. الو اسمح لي عفوا، اعتذر مشاهدينا المشاهدين الكرام، فما بقيناش كنسمعوا السي عزيز، غنحاول فقط نشوف الاشكال الناس ونصلحوا، لانه الحديث شيق صراحه، و يعني حديث شيق، ونعاودوا نحاولوا نتواصلوا معاه، نعاودوا الرابط بالاتصال لانه ما بقيناش كنسمعوا، ربما ولا عندنا شي اشكال، نعاودوا الاتصال من جديد باش انا نعاودوا نسمعوه بشكل جيد. نعم سي عزيز، الان ما بقيناش كنسمعوك دابا، تفضل. ليك انا تنبان ملي كنبقى نهضر على ليكيب ناسيونال، بلي ليكيب ناسيونال حسن من. نعم باغي ليكيب ناسيونال حسن من هاد، حسن من هاد هادشي اللي كنشوف. علاش؟ نعم. لان كما كنقول لك كنوصلوا وكنوصلوا لواحد المستوى، وحتى كنقولوا ولات عندنا ايكيب ناسيونال في النيفو بحال اللي قلت لك على 2018، وطرات عده، لان قبل من 2018 راه وقيله لا كوب دي موند ديال 98 هي اللي درنا فيها بحال. نعم بحال. وشو شحال من عام 98 وحده، دابا ما خصش يكون عندنا ان فوتبول دو جينيراسيون، تجي واحد لا جينيراسيون ويتلاقى فيها و اتاكون يطيح عندنا اتاكون مزيان وميليو مزيان وديفونس مزيانه وجول مزيان، واحد ديزون يتلاقى هذا الشيء عاد تولي عندنا ايكيب ناسيونال. لا خاص تبقى عندنا الاستمراريه، خصنا نعرفوا الاستمراريه باش نديروها. خصنا هاد اللعابه اللي هما محليين خصنا ناخذوا منهم لي ميور، ناخذوا منهم لي ميور، كاين فيهم لي ميور لان كيديو لا كوب دافريك بيان سور، دي زونترينور ديالهم سون دي زونترينور ديال الشامبيون، دازو لعابه في المستوى العالي، لا لا سميتو ديال اللي كاين دابا ولا اللي دا لا كوب دافريك السلامي. نعم. ولا عموتا هادو بحال دابا السلامي، انا قلت لهم داك النهار السلامي علاش ما يبقاش، علاش ما يبقاش في الساحه؟ نعم. دا الشامبيون مع 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 الرجاء ايكيب اللي هو صوبها اللي دابا كيستافد منها هذاك برنور تونيزيا. نعم. حيت هذه فرقه ديال السلامي، وخا ديال اللي دا السلامي هو اللي دا. نعم. خا يجي يقول لي اليوم النهار اللي يتحيدوا سبعه ديال الجمهور ما يبقاوش ديال السلامي تما، ويجيب هو سبعه ديالو، غادي بحال اللي قلت لهم في تطوان، النهار اللي يحيدوا سبعه ديال الجمهور ديالي عاد قولوا لي تطوان دابا ولات ديال هاد لونترينور اللي شاده. نعم. فهمتي ولا لا؟ دونك لا ميم شوز، دابا السلامي
تيمر لعب في قال لك فيناليست لا كوب اراب وحرموه منا لينا هو اللي خصو يلعب هو اللي خصو يديها بحال اللي داروا محمد فاخر في لا كوب دي موند جات لا كاليفي الرجال لا كوب دي موند لا كوب دي موند وحيدوه وهادشي كيطرا غير لونترينور الماروكان غير باش باش نفكرك مزيان فهمتي دونك السلامي يدخل لا ديريكسيون تكنيك عنده تجربه في لي زيكيب ناسيونال عنده تجربه اون طونكو جوور اللي لعب هو بروفيسيونال دي زيكتاس لعب في الرجاء عنده رصيد ديال 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 اون طونكو انترينور في البطوله دا لا كوب دافريك كيما قلت لك هذا خصو يكون في ديريكسيون تكنيك نعم يعطي التجربه ديالو ويكون صديق في في, 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 في في يعطي الراي ديالو فهمتي ولا لا دابا دابا عموت عاوتاني غادي لا كوب دافريك داروا ليه عطاوه ليكيب ناسيونال او عطاوه ليكيب اولمبيك ما كاينش هادشي هادشي ما كاينش في الفوتبول شد هادي وشد هادي حيت ديتي اسميتو وسلمي حي وما كيخليكش وما كيخليكش هادشي حتى حتى انك تكونسونطرا على ديك الفئه السنيه ديالك ولا على المنتخب اللي نتايا اللي نتا مكلف به ايه كانوا هادو بجوج يشدوا ليكيب ناسيونال هذاك عمود هذاك الشيء اللي دار والاخر ونعطيهم ليكيب ناسيونال ولكن خليهم يخدموا ماشي بقى نقول لا لا ما جبناش ديال الشامبيون ديال الرجاء والوداد والجيش وهذه لا جبنا غير من برا لا خليهم يديروا ايكيب ناسيونال يجيبوا من برا اللي خصو يتجاه اون ني كونتر بيرسون اون فو اون ايكيب ناسيونال في لو نيفو مونديال ويكون لو شوا لو شوا دونترينور يعني تم احترام بلاد الفوتبول هنا البيي دي فوتبول هنا حنا ماشي لي زلون اللي عاد جات البارح عندها 100000 سكان ولات فايدانا حنا لا حنا ما خص تفوتنا الا البرازيل وشي فرق اخرين نعم انا كتقول لنا سي عزيز العام لانه كاين تدخلات من اجل المنادات على بعض اللاعبين دون الغير هادشي اللي هادشي اللي فهمت من الكلام ديالك لا ماشي خاص كاينين لعابه هادو اللي كيعيطوا لهم مزيانين ولكن كاينين لعابه اخرين اللي غادي يخلقوا ديك لا كونكورونس خاصين كونكورونس كاين دابا اللي عارف راسو لاعب الماتشات اللي جايين كلهم عارف راسو غيلعب نعم باسكو ني با كونكورونسي هذيك لا كونكورونس اش كتعطي علاش كيديروها الناس هي اللي كتعطي لا موتيفاسيون بيان سور ديك لا موتيفاسيون اللي كتكون انترنسيك يعني انا خايف من فلان اللي يدي لي بلاصتي انا كنلعب ميليو اوفنسيف كاين الحفيظي تما رومبلاسون غاس رومبلاسون انا راه حفيظي بالخوف اللي غنخوف ليه ديال بلاصتي غادي نجو في دون لو ماكسيموم وداك لو ماكسيموم شكون اللي كيربح منه وداك لونترينور هو الاول كيربح لان النتائج كتولي اكثر وكتبروفيتي ماكسيموم من اللعب تجيب 11 نيسان عارف راسو من دوك 11 راه هما اللي غيلعبوا دوك لي رومبلاسون سون دي رومبلاسون ماشي دي تيتولور اللي جالسين لان خص يلعبوا 11 دي نعم واضح الامور السي عزيز نمشي ونتقلوا باقي ما تكلمناش على المنتخب الرديف يعني المنتخب اللي الان كيقود عموته واللي عنده البطوله العربيه يعني طريقه الشغل تاع عموته انت تعرف احسن من السي عزيز واش كيبان لك انه الان الاختيارات متوفره لعموته جميع الظروف متوفره لعموته باش انه نمشيو ونحقوا المكاسب ديال العمل ديال الحسين عموته هاد المساله ديال كنبقاو نقولوا الظروف متوفره وداك لا الظروف زعما من ناحيه اللاعبين ماشي الظروف ديال زعما عنده يعني اللاعبين اللي عنده الاختيارات اللي عنده يعني كل شيء دعاء ازل كنقصد بالظروف يعني ما كندويش على المناخ وعلى من ناحيه اش عنده لعاب مزيانين نعم ياك نعم كتحكم انت بان عنده لعاب مزيانين بيان سور وشنو هي لعاب مزيانين لعاب مزيانين شنو هي المعنى ديالها عنده دو بون جوور شنو هي المعنى ديالها انه عنده افراد حاليا عنده فرديات نعم هو كان تناقضوا الا كاينين الفرديات راه خصهم يكونوا حتى في ليكيب ا واخا غير جوج منهم ولا ثلاثه نعم الا كنقولوا عموت راه عنده الفرديات الا كانوا عنده الفرديات هو في ديك ليكيب ا في ديك ليكيب انا تكلمت على كمنتخب رديف راه عنده احسن ما كاين في البطوله واحسن ما كاين في الخليج واحسن ما عنده احسن ما كاين في البطوله نعم. ولكن تيبانوا لعابه في المستوى واللي اختارهم في المستوى لان اختار لعابه في المستوى انت نعم. لان عموده كنعرفوا داز كرون جوور هذا هي الاولى بيان سور فهمتي وخصو واحد السند هذاك السند اللي خصو يكون عنده ويحس براسو كبير خص يحس براسو هو كبير ماشي الي كتسناو في الدوره كنقول راه عندك لعابه
في المستوى، راه خاص راه موفرين ليه كل شيء، داير ليه لي كونسونطراسيون مزيانين، كان لي بريم مزيانين، خاصو لا خاص نقولوا عموته اكبر من هذاك الشيء كل شيء اللي كنديروا حنا عموته، فهمتي ولا لا؟ و اون لو سوي ونديروا، وتكون ان ديريكسيون تكنيك اللي في جنبه ماشي اللي حاضيه خصها انت تحيد باش دير واحد اخر، لا والاستمرار هي اللي تكلم فيها. بغيتي 10 سنين، بغيتي 5 سنين، بغينا نديروا معاك كونترا اللي بغيتي انت. هكا كيديروا هذا الشيء، ما كنقولوش لك انا، هذا الشيء راه كيديروه مع كيديروه لي كرون ديريجون ديال الانجليز وديال هذه، راه هكا كيديروا لي كونترا في ليكيب ناسيونال. اون فا ميتر ان كونترا معاك ديال 10 ans، ما اختار مرضي الله يستر ولا هذا 10 ans، تبغي تمشي معنا 10 ans ولا 5 ans ولا هذه، هكا كيدير. ماشي كيديروا معاه كونترا ديال العام ونجددوها هذه. ديجا راك انت محطم في الاول، كتقول لي او نا با كونفيونس اون تو. نعم، هو يعني حاليا لا العكس، كنت صنات الحديث الشيق، لانه كنبغيو يعني الاختلاف ديال وجهه النظر، وخصوصا اللي كنهضروا على افكار في كره القدم، النقاش ما واخا يكون فيه الاختلاف ما كيكونش فيه الاشكال، الحمد لله، العكس كيكون فيه الاستفاده. فبالنسبه يعني عموته، انا بالنسبه لي شخصيا كنشوفو يعني من الكفاءات الكبيره اللي عندنا في المغرب، الشخص اللي كيعرف اشنو باغي يدير، كيعرف اشنو كيدير، يحسن الاختيار واثق في اختياراتي. ملي كيمشي كيدير، انا بعدا كنمشي عليك، انا فوق ما كتح لي الفرصه وكنشوف ليكيب ناسيونال، هذه ليكيب ابريم لعبه، وكنشوف لي جوور، حيت كنشوف كنعرف لي جوور ديال الشامبيون، وكنبقى نشوف لي جوور اللي عازل، وكتجيني في بالي كنقول برافو هذاك الدري انا كيعجبني دائما، ها هو عزله. انا لو كونستا ديالي انا، ما كيخليش شي واحد، غير الناس خاصها تشجعو وتعاونو. كلشي غير بلا كريتيك، علاش ما عايش لهذا؟ علاش راه كاين 50 ولا 500 لعاب مزيانه. رخصو هو راه عنده غير 20 ولا 24 وغيلعب غير 11 30 ماكسيموم الى تحولي مع الظروف الكورونا يديهم، وماشي كلشي غير خاصات. وكنعرف انا عموته الدري معقول، ولد معقول، ما فيه كيفش الوجهيات ولا غيدير هذه ولا غي هذا ولا سيريو. اون طونك جوور تنعقل عليه ملي كانت عنده 18 طون كيلعب في الخميسات، دار الانتباه اون طونك جوور، والحمد لله اون طونك كونترينور شتي فين النتائج كتكلم. نعم، شتي الخميسات فين كان مشى معاه، راه مشى معاه حتى الدمي فينال ديال لا كوب دافريك. نعم، الناس راه ما تتعقلوا، ولكن غيكون شامبيون في بلاصه مع لي فار، كان غيكون شامبيون، مشى ليه الشامبيون على والو. نعم سي عزيز، الاختيار بعدا ديال عموته ولا ديال السلامي عجبني الحال اللي اختارهم بيان، ما عندي ما نسير. نعم يعني كاينه الفرصه كتعطى حاليا، خاصنا نوسعوا من هاد الدائره اللي كنقوموا اللي كان اختاروا فيها، يعني نزيدوا نعطيو الكفاءات الوطنيه اكثر ونزيدوا ونخدموا. ولكن عندنا سؤال واضح السي عزيز، عندنا واحد المشكل في المغرب شخصيا كنشوفه، هو انه في التكوين، ما كندويش على هذه الكفاءات اللي تكلمتي عليها عموته، نتكلموا على سي عزيز، نتكلموا على جمال السلامي، نتكلموا هادو ناس تكونوا وبحثوا وداروا بزاف الاشياء، يعني ولو انه على حسابهم الشخصي ولا هذا التكوين. نعم، التكوين هذا مشكل ديال لا ديريكسيون تكنيك. نعم، ولا ديريكسيون تكنيك دابا شكون اللي فيها فتحي جمال، فيها الزكي، وفيها رشيد الطوسي. نعم، فهمتي ولا لا؟ هادو ثلاثه، وخاص يكونوا معاهم ثلاثه اخرين، لان هاد لا ديريكسيون تكنيك راه كاين بزاف، كاين لا بروسبكسيون، كاين لا ديتكسيون، دي كاين لابرونتيساج، كاين بزاف ديال هما دايرين ثلاثه، راه خاص يكونوا اكثر، فهمتي ولا لا؟ اكثر من غير اللي شادين لي زيكيب ناسيونال ديال 17 و 19 و 21 داكشي. فهمتي، خاص المغرب كله يتشاف. نعم، شتي لي فوتبالور اللي كيلعب الكره، كاع اللي كيلعب الكره
يعني في الداخلة، في العيون، في الحسيمة، في يعني في اللي كيلعب الكرة وعنده إمكانيات خصو يتشاف ونعرفوه. فهمتي ولا لا؟ وهذا الشيء، هذا الشيء شكون كيفاش غيدير؟ سي لا ديريكسيون تكنيك اللي غادي تاكومباني لي كلوب بالأطور اللي غادي يمشيو ويأورغانيزيو دي تورنوا حسيمة في الداخلة كما قلت لك، في العيون، في كازا، في الرباط، دي تورنوا بقاو أنويال بحال هكا. نعم. فهمتي ولا لا؟ شتي واحد 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 الوقت كانت دارت دي كان دارها عزيز بودربالة، ديك كانوا كيدوروا على المدون. في برنامج تلفزيوني؟ أه؟ كتكلم لي على البرنامج التلفزيوني ديال المواهب؟ لا؟ لا لا لا، كانوا كيمشيو كيديروا دي تورنوا في أكادير، في فاس، في هذه، وكانوا عاطينا واحد السمية وكان فيها بودربالة. نعم. فهمتي ولا لا؟ كانت دارت في المغرب كامل وتلعبت فيها لا فينال، عزلوا لي جمهور. هي هذيك اللي خاصها دار بطريقة أخرى. نعم. خاصها دار، فهمتي ولا لا؟ يتأورغانيزاو دي تورنوا باغ إكزومبل، غادي نعيطوا الوالي مثلا ديال الخريبكة ولا ديال بني ملال ولا هادي، وغادي نكلفوه مثلا باش غير على الاورغانيزاسيون، باش تعطيونا التيرانات وباش يكونوا معنا الناس ديال الشبيبه والرياضه، باش هادي ويكونوا من لا ديريكسيون تكنيك اوتور اللي غادي تجي تحضر وتشوف. فهمتي ولا لا؟ هذيك الاورغانيزاسيون ما يقدوش يديرها نيبورت، كيخص يديرها الناس ديال المدينه اللي هما المجلس، اللي هما السلطه المحليه، باش هذاك الشيء كيبان عنده قيمه. تي وفي البدون كلها، وغادي تشوف شنو غتخرج ديال اللعابه، ولكن خص تكون الاراده. بيان سور. خص تكون الاراده في اللاعب المحلي ديال البطوله، تكون بعدا اراده. فهمتي ولا لا؟ وهذا الشيء اللي خصو يدار. وإلا درتي هذا الشيء غتطلع لعابه، اش غادي نقول لك؟ نعم. انا حيت عاد غتجي من لا ديتيكسيون. نعم. غتجي لابرونتيساج. لابرونتيساج غتمشي لابريفورماسيون، لابريفورماسيون غتمشي لافورماسيون. لابريفورماسيون هي المشكل الحقيقي عندنا اليوم في المغرب. وهادو كلشي خصهم ناس اللي غادي يخدموا معاهم. نعم. ان اورغانيغرام باش كيفاش يخدموا، ان بروجي دو جو، فهمتي ولا لا؟ باش نخرجوا لعابه في المستوى العالي، وهاد اللعابه هادو راه غادي يغنيو الفروق ديالهم، لان غيتصدروا لبرا. نعم. غيغنيو الفروق ديالهم وغيغنيو العائلات ديالهم هما هذوك. نعم. وغادي نحاربوا شي شويه حتى الشوماج، وداك بنادم اللي غير كيدور في الزنقه وغير هذه، غادي نلقاو ليه بزاف ديال. نعم. واش كتتفق مع انه كاين عندنا مشكل في لابري فورماسيون في المغرب السي عزيز؟ لانه عندنا هنا فين كيضيعوا لينا بعدا بزاف د الحوايج. حيت لا ديريكسيون تكنيك، لا ديريكسيون تكنيك ما مفروضش عليها دير هذا الشيء. غير خدامين، لان فتحي جمال والزاكي ورشيد الطوسي خدامين، ولكن الخدمه هذا الشيء اللي قلت ماشي هما اللي غادي يقولوه، ماشي هما اللي غادي يقولوه، راه قدو يقولوا خصنا هذا الشيء اللي قلت انا خصو يدار في المدن وداك الشيء، ولكن غادي يجيب لي واحد لا ما يمكنش، حنا غادي نبقاو نخدموا الناس في هذه، خصهم هذه، راه هذا هو اللي غيوقع. وانا عارف بان هاد الناس هادو الثلاثه راه غيديروا هاد الشيء ويعجبهم يديروا ويبغيو يحضروا ويجلسوا ويشوفوا اليوم في فاس، غدا هما في الحسيمه، قلت لك هما في العيون، هما هادي يبغيو يديروا هما هاد الشيء، لان عندهم كيبغيو الكره، حب في الرياضه، حب في يعني في يعني الابناء المغرب اللي خصهم يتألقوا ويبانوا. نعم. انتوا حيدوهم من بزاف ديال المسائل اللي هي خايبه. علاش مثلا الفرق المغربيه السي عزيز ما كتفكرش في هذا الشيء، رغم انه شي حاجه اللي ما كتحتاجش امكانيات كبيره، ان هي تخلق الدوريات وهي في الجهات ديالها وهي تعمل وغتاخذ وغتلقى غتلقى مواهب اللي. نعم. شوف هذا الشيء باش يبدا خاص بعدا الجامعه الحاجه الاولى اللي دير، ممنوع كل عام انت تجيب 11 لعاب. نعم. ممنوع تشري 11 لعاب، لان هذه سي اون فاصون، هاد جيبان 11 لعاب كل عام ما عندها حتى علاقه بالكره، ما كديرها لا ريال لا برشلونه لا ليفربول لا مانشستر، حتى واحد ما كيدير هادشي الا نتوما. علاش كديروه؟ نعم. علاش كديروه؟ وبلا ما اسباب راك عارفها سي عزيز. تصور انت داروا احصاء لواحد الفريق في المغرب،
لقاو جاب 3 سنين 83 لاعب. كي بغيتي انت هذاك الفريق يتكلف بلا فورماسيون، يدير لا فورماسيون، واش غيربح فيها هو لا فورماسيون؟ غيطلع. انا دابا من سيدي قاسم ياك، انا غندير التكوين في سيدي قاسم، انا ديريكتور تكنيك، غندير لا فورماسيون في سيدي قاسم، غنطلع لعابه. هذاك المسير اللي ما كانش، الا كان كيبغي حوايج اخرين، فهمتي ولا لا؟ اش غيربح من اللعاب ديال سيدي قاسم؟ بيان سور. ان جون غيطلع من الكادي مينيم كادي جونيور وغيلعب. ما تقدرش تقول شريته ب 50 مليون ولا ب 30 ولا ب 20 مليون. 500 مشي ولا 500 نيش انا السي عادل. لا ما تقدرش تقولها. نعم. دونك لو بروبليم راه هو هذا. انتي هذا الشيء علاش كيضروا اللعابه كيبقاو يدوروا في المغرب. نعم. انتي ولا لا؟ ولي ديريجون كيشريو وكيديروا الكونترات وكيهادي ولي زاجون كلشي هادي. هذا هو اللي وقع. وشكون اللي كيضيع؟ هما مساكن دوك لي جون ديال الكلوب. نعم. لي جون ديال الوداد، لي جون ديال الماس، لي جون ديال هادي، لي جون ديال كاع لي كلوب كلهم في المغرب. سيدي قاسم ديال قنيطره، ديال فين ما مشيتي. نعم. كلشي كياكلوا العصا وكدور الدوره. واش تيوقع؟ تلقى باغ اكزومبل لي جون اللي كانوا مثلا في فرقه مشاو لعبوا فرقه اخرين، مشاو لعبوا فرقه وجاو غلبوا هذوك اللعابه، غلبوا ديك الفرقه وكيشريوهم. كيبداو يقولوا علاش طلقتوا هذوك اللعابه؟ علاش؟ حيت هذوك اللعابه الا لعبوهم غيضيعوا في جوج لعابه ما جابوهمش. نعم. فهمتي ولا لا؟ نعم. وهذا هو المشكل اللي كاين دابا. خص لا ديريكسيون تكنيك مع لا فيدراسيون يحبسوا هذا النزيف. راه كانوا داروا واحد الوقيته دوز سبور يلعبوا ولا ماشي هكاك. خص بعدا تبدا لا فورماسيون في لي كلوب ويتبعوها مزيان، وعاد يطلعوا لي جوار، ودوك لي جوار يتفرضوا يلعبوا. ما تشريش اللعاب، ما تفوتش جوج ديال اللعابه في 4 سنين، ما تشريش اكثر من جوج في 4 سنين، ماشي بلعاب. نعم. وغتشوف ديك الساعه الخدمه، واللي ما قادش يدير هذه الخدمه يحيد من الكره. بيان سور. هذه هي احسن طريقه للعمل السي عزيز. صراحه الحديث شيق، ما كرهتش مازال نزيدو نكملو الحديث. انا عييت. ولكن الوقت ديال البرنامج هو هذا. كنشكرك جزيل الشكر لانه استمتعنا بالحديث. ان شاء الله نشوفك مرات ومرات. وشكرا لك لانه انت كنتي اصلا شاد الطريق ودخلتي للدار وبخمسة دقائق شديتي معنا، و45 دقيقه ديال الحديث الان وقت الراحه. سي عزيز شكرا. انت تبارك الله عليك. شكرا وزارك. شكرا سي عزيز. مشاهدينا مشاهدينا الكرام، الحديث كيف ما تبعتوا كان جميل جدا. دائما الحديث فاش كيكون بافكار مختلفوا معهم متفقوا معهم يكون ممتع. والاهم دائما هو انه كل واحد فينا كيزيد يكون فكره اخرى، يقدر يغير افكار كانت عنده، يقدر يحتفظ بنفس الفكره ديالو لانه يبان ليه الفكره الاخرى ماشي صحيحه، وهكذا كنزيدو نديفلوبي راسنا. سمحوا لي ما قريتش التعليقات اليوم لانه كان غرضي انه نفتحوا المجال باش نستمعوا للاطار الوطني عزيز العامري. نتلاقاو ان شاء الله في حلقه جديده يوم غد، دائما في تمام الساعه 6:15، دائما في قناه وصفحه فيسبوك ديربي فوت. شكرا لكم مشاهدتنا مشاهدينا الكرام، والى ذلك الحين دمتم في رعايه الله. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوجه المغربيه للالعاب والرياضه. MDGS نربح الرياضه.